السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم المحاضرة الخامسة من أساسيات الهندسة الكهربائية مع موضوع الستار اند دلتا كونكشن. يعتبر موضوع الستار دلتا كونكشن من المواضيع المهمة، كونه يمثل دائرة حل في بعض الدوائر المعقدة أثناء التحليل. إذن من اسم الموضوع هو ستار اند دلتا كونكشن، هاي تسميات تطلق على نوع من انواع الربط. راح نجي نشوف النوع الاول. اذا قبل ان نبدا بالانواع، الغرض من دراسة الستار دلتا كونكشن هو تحليل الدوائر الكهربائية. في بعض الدوائر المعقدة تكون هنالك نوع من انواع الربط المعقد اللي يحتاج الى حل اعتمادا على شكل الدائرة. فمعرفة الستار دلتا هو احد وسائل تبسيط الدوائر المعقدة. اولا، ما هو ربط الستار؟ ما هو الستار كونكشن؟ الستار كونكشن يعني عندي ثلاث مقاومات مشتركات بنقطة واحدة فقط. اذا هذا الربط اللي امامكم هو عبارة عن ربط ستار، ستار كونكشن، شكل نجمي. لاحظ ان المقاومة الاولى مرتبطة مع الثانية والثالثة فقط بنقطة واحدة لا غير. ايضا هذا الشكل هو شكل اخر للستار، ايضا مرتبطات بنقطة واحدة فقط اللي هو هذا الجهة، ايضا ممكن انه يمثلوا بهالشكل. اذا اي ثلاث مقاومات مرتبطات بنقطة واحدة لها ثلاث اطراف، هذا هو ستار كونكشن. الآن يتبادر سؤال، ما هو الدلتا كونكشن؟ الدلتا كونكشن هو عبارة عن ثلاث مقاومات يرتبطن مع بعض. يعني أن المقاومة الأولى ترتبط مع المقاومة الثانية والمقاومة الثالثة، والثانية أيضا ترتبط مع الأولى والثالثة، والثالثة ترتبط مع الثانية والأولى، ويشكل هذا الشكل مسار مغلق. إذن الدلتا نقدر نعرفه انه يشكل شنو؟ مسار مغلق. وعرفنا المسار المغلق بالمحاضرة السابقة بكيرشوف. اذا هذا يمثل مسار مغلق. اذا هذا هو دلتا كونكشن، وإلا شنو؟ ثلاث اطراف، ثلاث اطراف. هنا ايضا هذا شكل اخر من اشكال الدلتا كونكشن. نلاحظ ايضا المقاومات لهذا طرف، وهاي ايضا لها طرف وهذا طرف، اي انه هنا المقاومة الاولى هي ترتبط باتجاهين مع المقاومة الثانية والمقاومة الثالثة عن طريق هذا السلك. اذا هذا هو دلتا كونكشن. ايضا بعض الاشكال الاخرى يجيبها الشكل دلتا كونكشن، ايضا يشكل مسار مغلق، المقاومة ترتبط مع المقاومتين الاخريتين اللي هي R2 R3، وهكذا يمثل الدلتا كونكشن. راح نجي على تساؤل مهم، هل يمكن تحويل الدلتا الى ستار او العكس؟ طبعا يمكن تحويل الدلتا الى ستار، وهو ايضا هذا هو الغرض الرئيسي منها، انه بعض الدوائر تكون موجود بها ربط دلتا ولا يمكن التعامل معها على اساس التوالي والتوازي، لذلك تحل هذه الدائرة بتحويلها الى ستار. شلون نحول؟ هسه السؤال يجي، شلون نحول الدلتا الى ستار اللي هو هذا الشكل المثلث الى الشكل النجمي اللي امامكم؟ طبعا عمود نحوله نحتاج الى مسألة بسيطة جدا، وهي انه احنا راح نسوي دائرة مكافئة للدلتا على شكل ستار. طبعا الدائرة المكافئة انه الدائرة ما راح تحس بفرق، الدائرة بشكل عام ككلية ما راح تحس بفرق، لان انا راح احافظ على نفس التيار اللي يمر خلال الفرع، اللي هو الفرع من 1 إلى 2، راح نفس التيار اللي يمر بالفرع من 1 إلى 2، فكأنما الدائرة راح تعمل بصورة طبيعية، لكن راح الشكل يختلف وقيم المقاومات تختلف. شلون راح نحلل؟ احنا قلنا نحافظ على قيمة التيار متساوية خلال الفرع، الفرع اللي هو من نقطة 1 إلى نقطة 2، اللي هو من نقطة هنا بالتحويل من نقطة 1 إلى نقطة 2. اذا شنو يعني؟ لو اجينا نباوع على النقطة من 1 إلى 2، نقول يساوي المقاومة من 1 إلى 2، لانه التيار قلنا نفسه، فراح نساوي، نقول التيار هنا يساوي التيار هنا. اذا لو نجي على المقاومة المكافئة، خلي نباوع بالاتجاه من 1 إلى 2، وهذا ايضا راح ان شاء الله نركز عليه بالمحاضرة القادمة.
شلون نعرف اذا باوعنا فقط من هذا الاتجاه من واحد الى اثنين؟ ايش راح نلاحظ؟ نلاحظ ان المقاومه الثالثه الواحد ثلاثه مع مقاومه اثنين ثلاثه يكون على التوالي يمر به نفس التيار، اوكي، ومرتبطات بنقطه واحده، راح يكون راح يطلع الدائره مكافاه واحده هي مجموعهن، راح يصير على التوازي مع هاي المقاومه اللي يرتبطن وياها بشنو؟ بنقطتين، صح؟ فراح يصير حاصل ضربهم على مجموعهم. وطبعا هذا ما لاحظ ما هنا هذا كلامنا. اذا من باوعت من واحد الى اثنين شفت ذولا على التوالي، وبعد ما طلعتهم على التوازي مع هاي المقاومه، فالقانون مالتهم صار بهالشكل، اوكي، انه هنا ما طلع طبعا سماها اسم جديد، لا انما بقى محافظ على نفس القيم لانه احنا نريد نشتق. بعد احنا ايش قلنا؟ قلنا يساوي من واحد الى اثنين، صح؟ اذا اجي اباوع من واحد الى اثنين شو اشوف؟ طبعا هذا اوبن يعني صفر يعني ما موجود، راح اشوف ال R1 زاد R2 على التوالي، اوكي، R1 زاد R2، فراح اجي شو اسوي؟ راح اجي اقول اساوي القيم، اجي اساويهن القوانين اللي طلعت لي من واحد اثنين، من واحد اثنين وبدلت واحد اثنين اجيت ساويتهن، اوكي. اجي ايضا نفس الحالة بالفرع اثنين ثلاثة، ونفس الحالة مع الفرع واحد ثلاثة، فراح احصل على ثلاث معادلات بهذا الشكل. هسه احنا دائما بنشتاق نريد نعرف فد قيمة معينة، وغالبا نبدي بالرقم واحد، فنريد نحسب R1. انتبهوا هنا لهاي الملاحظة، انا اريد احسب ال R1، يعني القى ال R1 قيمتها شقد، اوكي عمود، اذا لقيت ال R1 شقد بمعنى انا لقيت الدائرة اللي راح احولها من دلتا الى ستار، ونفس الحكي راح القى ال R2 وال R3. اذا هسه راح نحسب ال R1، المعادلة هاي اجي ابوع عليها بها R1 بهذا الطرف بها R1، هنا باعتبار انه هاي للدلتا فما لي علاقة، ما راح اركز بها، انا اريد احول الدلتا الى ستار، اجي اركز على هذا الطرف، اكو R1 اي اكو R1، اوكي، هاي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية بها R1؟ لا ما بها R1، خلاص إذا آخذ هذا الجزء واطرح هاي المعادلة، اطرحها من هاي المعادلة. نشوف هنا طرحناها. طبعا من نطرح هذا ناقص هذا وهذا ناقص هذا. انطرحت صارت بهالشكل، اوكي؟ طبعا هذا راح نجي نبسطه، يتم عملية الضرب والتبسيط. بعد التبسيط راح توصل المعادلة بهالشكل، بعد ما بسطنا انه اللي ما نحتاجه اللي يختصر الكذا، وصلنا الى هذا الشكل. نشوف ال R2 راح، فبقى بقى فقط ال R1. اجي النوب اباوع وين؟ على المعادلة الثالثة اللي بعدني انا ما ماخذها، بيها R1؟ اي نعم بيها R1، بما انه بيها R1 راح اجمعه مع المعادلة، وطبعا نفس ما طرحنا نجمع هنا، نجمع الطرف الايسر ونجمع الطرف الايمن، راح نحصل على هذا الشكل اللي امامكم. بعد ما حصلنا على هذا الشكل ايضا راح نجي نبسط الدائرة، مثلا هنا ال R1 و R1 نجمعهم، ال R3 وال R3 راح يروحون من نفس المقدار عكس الاشارة، هنا تتم عملية الضرب والتبسيط الى ان وصلنا الى هذا الشكل. اذا ال2 راحت ويا ال2 ايضا بالتقسيم، خلاص انتهى. اذا صار عندي R1 يساوي لنا هاي المعادلة، اذا هنا قدرنا نشتق R1. نفس الكلام طبعا يتطبق اذا اريد نحسب R2، واذا اريد نحسب R3. بس هو سوى استنتج انه ال R1، طبعا احنا من طلعنا R1 نقدر على اساس نطلع R2 و R3، بس نحن اذا اريد نرجع نسوي العملية نفس العملية، اذا اريد نحسب ال R2 فنطرح منه المعادلة اللي ما بها R2 ونجمع مع المعادلة اللي بها R2، فراح نحصل على R1 اللي هو شنو هسه؟ نريد نحسب هذا الـ R1. شوف لاحظ القانون عمود تحفظه وما تنساه، وأيضا تكون عندك الفكرة واضحة شلون صارت عملية التحويل. هذا الـ R1 هو شو يساوي؟ الـ R12 في R13 أو 31 نفس المسألة، أوكي؟ مقسوم على شنو؟ مجموع المقاومات الدلتا، مجموع مقاومات الدلتا. R2 ايش راح يصير؟ هاي المقاومة في هاي المقاومة مقسوم على مجموع مقاومات الدلتا، وهكذا بالنسبة لل R3. إذا بهاي الحالة قدرنا نحول ربط دلتا إلى ربط ستار، أوكي؟ وهو هذا اللي مطلوب. طبعا هذا هو اشتقاق، وهي القوانين الرئيسية اللي راح نعتمد
عليها بالسؤال. السؤال الآخر، هل يمكن تحويل الستار إلى دلتا؟ طبعا يمكن تحويل الستار إلى دلتا، أي تحويل هذا الشكل اللي هو ستار إلى شكل دلتا. هنا أنا يقول بعد ما أنت حللت الدلتا إلى ستار وصلت إلى نتائج اللي هي الـ R1 والـ R2 والـ R3، إحنا راح نجي ناخذ هاي النتائج ونتعامل وياها عمود تبسيط الحل. فأجي أخذ ذولا القيم، أوكي، وأجي أضرب المعادلة، أضرب الـ R1 بالـ R2 والـ R1 بالـ R3 وأضرب النو بالـ R2 بالـ R3، فصارت عندي هماتين ثلاث معادلات. أجي أجمعهم، هنا جمعناهم نجمعهم، راح شنحصل على معادلة نفس بهذا الشكل. طبعا نبدأ نبسط، نطلع عوامل مشتركة، نختصر إلى أن نوصل إلى هذا الشكل اللي هو أمامكم. نجي نشوف، نخلي نقرب على هذا الشكل النهائي. لاحظ هنا R1 2 R3 1 على مجموع المقاومات اللي هن دلتا. هذا مو يذكرنا بقانون الـ R1، تمام؟ لأنه إحنا بعرق من المشترك الفوق، R1 يعني R1 2 وR3 1 يعني شنو هاي R1، أوكي؟ إذا راح نشيل هذا المقدار كله ونخلي بداله R1، وراح نخلي بداله شنو R1. إذا شلت هذا المقدار خليت مكانه R1. إذا هسه أنا أريد أحسب شنو الـ R2 3، فراح أقسم على R1، يا أما تبقى التقسيم على R1 وخلاص تحفظ القانون نفس ما هو، أو تختصر راح يصير بهالشكل. هذا القانون أفضل، الـ R2 3 شي يساوي لنا الـ R2 مال الستار زائد الـ R3 مال الستار زائد ضربهم على تقسيم المقاومة البعيدة اللي هي R1 اللي هي مو ضمن الاثنين والثلاثة. نفس الحكي يطبق على الواحد والاثنين والثلاثة والواحد. إذا بهاي الحالة أنا عندي كان ربط ستار حولته إلى ربط دلتا. أوكي؟ زين. في بعض الأحيان تكون القيم مال الستار أو الدلتا قيم متساوية. فأنا إذا كان عندي دلتا قيم مالته متساوية، القيم المقاومة متساوية، فأخذ قيمة الوحدة، قيمة وحدة من عندهن وأقسمها على ثلاثة، راح أحصل على قيم الستار اللي هي أيضا راح تكون متساوية. والعكس صحيح إذا تعاملت مع الدلتا، إذا كانت قيم الستار كلها متساوية فأنا أخذ وحدة من القيم وأضربها في ثلاثة وراح تطلع لي قيم المقاومات بالدلتا. إذا بعدها راح نحصل على جدول للقوانين اللي هو R1 R2 R3 نفس ما ذكرنا، وأيضا بالنسبة للتحويل من ستار إلى دلتا بهاي الطريقة القوانين الخاصة به. هنا أنا مثال بسيط، هاي أمثلة بسيطة جدا، هذا الربط دلتا يريد يحوله إلى ستار. طبعا أول ما نبدي إحنا نرسم هنا ستار داخليا، أوكي، فنريد هسه نحسب الـ R1. طبعا R1 اللي ترتبط بالنقطة النود 1، فالـ R1 هو 10 في 5 على مجموعها اللي هو 10 زائد 5 زائد 15، أوكي، اللي هي هذا القانون، وتطبيق مباشر على بقية القوانين. هنا أنا عندي ستار يريد يحوله إلى دلتا، فأجي أرسم دلتا هنا بهالشكل، فأجي على الرقم 1 2 R1 2، شي يساوي إن هاي المقاومة زائد هاي المقاومة، أوكي، زائد مضروبهم على مقسومين على اليمن على القيمة البعيدة. ايضا هو هذا القانون راح اجي اطبقه بشكل مباشر واطلع قيم المقاومات وايضا اطلع بقية المقاومات. هذا هو كل ما يشمل موضوع الستار دلتا كونكشن. اذا هذا موضوع مهم، ناكدنا على مسألة انه شو وقت نستفاد من عندها، عندما تكون هنالك دوائر معقدة. طبعا راح ناخذ هاي امثلة الدوائر المعقدة ضمن المحاضرة القادمة ان شاء الله، اللي هي راح تتكلم عن الـ R equivalent circuit اللي بين نقطتين A و B، وأكيد راح يكون ضمنها دوائر معقدة تحتوي على دلتا وستار، وشو راح نحولهم وش وقت نحتاج نحول من دلتا إلى ستار ومن ستار إلى دلتا. تمنياتي لكم بالتوفيق، وانتظرونا إن شاء الله نقدم محاضرات أفضل وأكثر.